السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم متعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول، ونهاردة هنبتدي نشرح شابتر 3 أو الفصل الثالث. وزي ما احنا get fit with healthy eating، get fit with healthy eating يعني تكون أفضل وبصحة أفضل مع الطعام الصحي. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندنا بعض الكلمات الهامة، طبعا عندنا بعض الكلمات الهامة في أول الشابتر دي حفظ، هنقولها مع بعض ونقراها مع بعض ونعرف معناها إيه كمان. أول حاجة كانتين، كانتين يعني كانتين المدرسة طبعا أو كافيتيريا المدرسة. فاتس، فاتس يعني دهون. نيوترينتس، نيوترينتس يعني عناصر غذائية. fresh foods، fresh foods يعني أطعمة طازجة. ingredients، ingredients يعني مكونات. percent اللي هي daily value اللي هي النسبة المئوية. hydrated، hydrated دي يعني رطب يعني مشبع بالماء. ذير بوت، ذير بوت اللي هو إناء فخاري. سورت، سورت يعني يصنف. بروتينز، بروتينز اللي هي البروتينات. مينرالز، مينرالز يعني الأملاح المعدنية المعادن. processed foods، processed foods الطعام المصنع. diagram، diagram يعني رسم بياني. serving size، serving size serving طبعا اللي هو حصة الفرد من الأكل، الوجبة بتاعت الفرد قد إيه. ف serving size يعني حجم حصة الفرد من الطعام. و timeline، timeline يعني خط الزمن أو خط الوقت. carbohydrates، carbohydrates يعني الكربوهيدرات النشويات اللي هي المكرونة والأرز والقمح والعيش وكل الحاجات دي، دي carbohydrates. vitamins الفيتامينات. diet يعني نظام غذائي. calories اللي هي سعرات حرارية. nutrition label، nutrition label اللي هو اسم العنصر الغذائي، اسم العنصر الغذائي. dehydrated، dehydrated يعني جاف يعني مفيهوش مية. و element، element يعني عنصر. دي كلمات بتاعت chapter 3 ولازم نحفظها صم زي اسمنا. تعالوا نروح ل lesson 1. lesson 1 في chapter 3 a canteen at school أو الكانتين في المدرسة. فهنا بيقول لنا read the following dialogue، اقرأ المحادثة التالية. then answer the questions، بعد كده جاوب على الأسئلة. الديالوج بين آدم ورامي، آدم ورامي قاعدين في المدرسة بيتكلموا مع بعض. فآدم بيقول لرامي good morning، رامي صباح الخير يا رامي. رامي بيقول له good morning آدم، صباح الخير يا آدم. آدم بيقول له what do you have in your lunch box، معاك إيه في اللانش بوكس بتاعك. فرامي بيقول له
I have chocolate and soda. أنا معايا شوكولاتة وصودا بيبسي أو كولا. What do you have? What about you? What about you? ماذا عنك؟ آدم بيقول له I have a sandwich, an apple, and milk. معايا ساندويتش وتفاحة ولبن. But your lunch box contains. لكن اللانش بوكس بتاعك بيحتوي على contains, يعني يحتوي على unhealthy food. Unhealthy food طعام غير صحي. You can get healthy food from canteen. انت ممكن تجيب طعام صحي من الكانتين. رامي قال له what is canteen. ايه هو الكانتين ده؟ فآدم بيقول له it is a place, هو مكان, where to buy food, معمول علشان نشتري منه الطعام. Such as, زي مثل, يعني sandwiches, سندوتشات, juices, العصائر, and snacks والوجبات الخفيفة. وجبات ايه؟ خفيفة. فرامي راح قال له thank you Adam, شكر يا Adam. طبعا الأسئلة اللي تحت هنا homework. هنا طبعا بيكلمنا وبيعرفنا يعني ايه a healthy space. A healthy space او مكان, مساحة صحية. هنا بيقول لك activity put true, علامة صح, beside healthy space, بجانب المكان الصحي او المساحة الصحية, and false, وغلط, beside unhealthy space, جنب المكان او المساحة الغير صحية. ومدي لك كذا صورة انت هتبص عليهم كويس قوي وهتعمل true جنب الhealthy space وfalse او غلط جنب الunhealthy space. ده homework. عندنا في lesson 2 بيقول لنا food for a school canteen. food, طعام للسكول كانتين او للكافيتيريا بتاعت المدرسة. فبيقول لنا هنا في الاكتيفيتي الجميل ده imagine يعني تخيل, تخيل معايا that you make a model of school canteen, ان انت بتعمل نموذج, موديل يعني نموذج لكانتين المدرسة. classify يعني صنف, قم بتصنيف. The stickers, الملصقات, into healthy food and unhealthy food. صنف الحاجات أو الستيكرز لطعام صحي وطعام غير صحي. بيعرفك تحت هنا إن الستيكرز أو الملصقات اللي هو بيتكلم عنها بيقول لك are at the end of the box, موجودة في نهاية الكتاب. تعالوا نبص على الستيكرز وانتوا طبعا ده هوم ورك عليكم, بس تعالوا أجيب لكم الصفحة بتاعتها في صفحة كام. ادي الستيكرز الموجودة في نهاية الكتاب ومكتوب جنبها stickers of page 76 او الستيكرز بتاعت صفحة 76, ودي في نهاية الكتاب. وهي طبعا مديك شوية ستيكرز للفودز المختلفة, هتاخد كل واحد منهم. لو هو healthy food هتحطه في الدائرة بتاعت الهيلثي فود دي, لو هو unhealthy food هتحطه في الدائرة التانية بتاعت unhealthy food. فلو هو healthy food هتحطه هنا, لو هو unhealthy food هتحطه هنا. تعالوا ننتقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معايا. البيج اللي بعد كده 77 بيقول لك sorting foods او تصنيف الطعام. sorting foods تصنيف الطعام. طبعا في الاكتيفيتي دي بيقول لك look at the following pictures, انظر على الصور التالية, then sort them, وبعد كده صنفهم in the table below, في الجدول الموجود بالاسفل. التابل اللي موجود بالاسفل موجود فيه مجموعة من الخانات. أول حاجة vegetables, خضروات, fruits, فاكهة, dairy يعني منتجات ألبان, دي dairy,
وسويتس طبعا يعني حلوة. فاحنا هناخد الفودز اللي فوق دول ونعمل لها سورتنج او تصنيف في التيبل اللي تحت. فمثلا عندنا بنانا دي هنحطها في انهي واحدة؟ فروتس. كاروت. فيجيتابلز. شوكليت. سويتس. كيوكمبر. فيجيتابلز. ملك. ديري. وهكذا. تعالوا نروح البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. طبعا ده هوم ورك، طبعا ده هوم ورك عليكم. ونروح لليسون 3 او الدرس الثالث، ماي دايت او نظامي الغذائي. ماي دايت او نظامي الغذائي الطريقه اللي انا باكل بيها في حياتي. فهنا بيقول لك في الاكتيفيتي ده read and learn، اقرا وتعلم، then answer the questions، بعد كده جاوب على الاسئله. فبيقول لك هنا جايب لنا صوره صديقنا ده وبيكلمنا، بيقول لنا جنبه everyone، كل واحد has their own diet، عنده نظام الغذائي بتاعه. That includes اللي بيتضمن the amounts، amounts يعني كميات، and types وأنواع of foods he eat، الطعام اللي هو بياكله. يبقى كل واحد عنده ال diet بتاعه، his own diet. That includes اللي بيتضمن amounts كميات and types وأنواع of food he eats، الطعام اللي هو بيأكله. Diet النظام الغذائي. It is the kind of food هو نوع الطعام، kind يعني نوع، of food الطعام that a person eats regularly. Regularly يعني بشكل منتظم. الكلام ده حفظه لازم نسمعه. يبقى regularly يعني بشكل منتظم. يبقى الدايت أو النظام الغذائي هو it is the kind of food، هو نوع الطعام that a person اللي هو الشخص eats بيأكل regularly. Regularly يعني بشكل منتظم، هو نوع الأكل اللي انت بتأكله بشكل منتظم، ده الدايت بتاعك. Your diet النظام الغذائي بتاعك must contain يجب أن يتضمن different types of nutrients، انواع مختلفه من العناصر الغذائيه. يبقى بيقول لك هنا النظام الغذائي بتاعك لازم يبقى فيه عناصر غذائيه مختلفه. nutrient العنصر الغذائي. it is an element هو عنصر of food في الطعام that provides اللي بيوفر energy طاقه for our bodies لأجسامنا. And is necessary يعني ضروري. طبعا الكلام ده كله حفظ صم، حفظ هام، عشان يعودك ازاي تكون جملة مفيدة. وفي نفس الوقت لما اجي اقول لك الديفينيشن بتاع حاجة تقدر تقولها لي، فلما تعود تحفظ حاجة زي كده هيخليك تعرف تكون جملة صح، وفي نفس الوقت تعرف تقول ديفينيشن او تعريف خاص بكلمة معينة. فnecessary يعني ضروري، for healthy growth، healthy يعني صحي، وgrowth يعني نمو. يبقى healthy growth يعني نمو صحي. يبقى مرة تانية nutrient العنصر الغذائي. It is an element، element هو عنصر of food من الطعام that provides اللي بيوفر energy الطاقة for our bodies لأجسامنا. And is necessary وهو ضروري for healthy growth، for healthy growth لنمو صحي. طبعا هنا بيكلمنا عن الدايت وعن النيوترينتس او العناصر الغذائيه. فهنا بيقول لك we will learn about، احنا نتعلم عن three important nutrients، ثلاث عناصر غذائيه هامه. اول حاجه الكربوهيدرات او النشويات، الكربوهيدرات. They are found in، هم موجودين في الgrains، الحبوب زي الفول والعدس
وزي القمح وزي الرز. potatoes البطاطس. bread الخبز. وباستا المكرونة. importance الأهمية بتاعت الكربوهيدرات، الأهمية بتاعتها. they provide the body with energy، هي بتمد الجسم، بتمد الجسم بالطاقة. دي أهمية الكربوهيدرات. نروح بقى للبروتينز أو البروتينات. they are found in، هم موجودين في eggs البيض، fish السمك، meat اللحم، وchicken chicken يعني الدجاج. الimportance أو الأهمية بتاعته. they build up هم بيبنوا our muscles العضلات بتاعتنا، and help us to grow وبيساعدونا ان احنا ننمو. الفاتس او الدهون، they are found in، هم موجودين في vegetable oil او زيت الخضروات، زي مثلا الاوليف اويل اند كورن اويل، زيت الزيتون وزيت الذرة. nuts المكسرات. butter الزبدة. الimportance او الاهمية بتاعته. they provide the body with energy، هما بيمدوا الجسم بالطاقة. طبعا الاسئلة اللي تحت دي homework. وهنا بيعرفنا وبيقول لنا I am an expert. expert يعني خبير. بيقول لك انا خبير ازاي. تعالوا نقرا الدرس كده، تعالوا نقرا الاكسرسايز ده ونشوف حله ازاي. بيقول لك match each nutrient، وصل كل عنصر من العناصر الغذائيه with its importance، بالاهميه بتاعته. and the food، والطعام rich in it اللي موجود فيه. يبقى نوصل النيوترينتس بالimportance بتاعته الموجوده هنا، وهنوصله كمان بالفود اللي بيحتوي عليه. فعندنا مثلا الكربوهيدراتس او الكربوهيدرات، الimportance بتاعتها ايه؟ they provide the body with energy، صح، هي بتمد الجسم بالطاقه، نوصلها كده. طيب والفود اللي بيحتوي عليها ايه؟ البريد ولا الفيش ولا الباتر؟ البريد يبقى نوصلها كده كمان، وهكذا. ده هوم ورك برضو علينا. في lesson 4 عندنا بيكلمنا هنا عن الفيتامينز والمينرالز. الفيتامينز او الفيتامينات والمينرالز المعادن والاملاح المعدنيه. فهنا بيكلمنا وبيقول لنا الاكتيفيتي read and learn، اقرا وتعلم. then answer the questions، وبعدين جاوب على الاسئله. our bodies، اجسامنا need vitamins، محتاجه الفيتامينات and minerals والمعادن to make us strong، علشان تخلينا أقوياء. and healthy، وبصحة جيدة. and without them، ومن غيرهم we get sick، احنا هنعيا هنمرض. and our bodies، وأجسامنا will not grow properly. properly يعني بشكل مناسب، بشكل مناسب. يبقى من غيرهم جسمنا مش هينمو بشكل مناسب، وهنعيا هنمرض. فبيقول لنا هنا مثلا الفيتامينز او الفيتامينات، they are important nutrients، هي عناصر غذائيه مهمه. that the body، الجسم needs in small amount for normal growth and nutrition، الجسم بيحتاجها بكميات صغيره for normal growth، علشان ينمو بشكل سليم. and nutrition، ويتغذى. دي الفيتامينز. فهنا مثلا بيقول لك let's do بيقول لك هنا مثلا let's take a closer look، خلينا ناخد نظرة قريبة at some of the vitamins، على بعض الفيتامينات. you get from food، اللي انت بتحصل عليها من الطعام. فمثلا بيقول لك فيتامين A او الفيتامين ألف،
It is found in هوموجودفي carrots الجزر orange البرتقال eggs البيض vitamin B أو فيتامين B وبيقول لك هنا نوت ملحوظة There are many types of vitamin B. في أنواع كتيرة أوي من فيتامين B such as B1, B2, B6 and B12. It is found in هو موجود في الميت اللحم النتس المكسرات الفيش السمك ميلك يوغرت فيتامين C فيتامين C it's found in orange lemon guava and kiwi vitamin D vitamin D it's found in liver الكبد الكبد يعني الكبد يعني fish وملك vitamin E vitamin E it is found in وموجود في ال wheat القمح البروكلي البروكلي طبعا عارفينه ال vegetable oils زي الأوليف and الأوليف أويل والسانفلاور أويل أو زيت الزيتون وزيت زهرة تباع الشمس والسبانيش السبانيش اللي هي السبانخ عارفين السبانخ طبعا فيتامين K فيتامين K it's found in البير البير أو الكمثرى الكيوكمبر الكيوكمبر اللي هو الخيار والبروكلي والكابج كابج اللي هو الكرومب بعدين بيكلمنا هنا عن المينرالز او المعادن والاملاح المعدنيه المهمه لجسمنا فبيقول لك they are important substances يعني مواد هامه that the body needs الجسم بيحتاجها for good healthy للصحة for good health للصحة جيدة by forming strong bones and teeth forming يعني تكوين هو بيحتاج المينرالز دي او الاملاح المعدنية دي علشان يعمل forming او يكون strong bones عظام قوية and teeth واسنان قوية كمان فهي بتدخل في تكوين العظام والأسنان دي أهمية المينرالز أو الأملاح المعدنية أو العناصر المعدنية وتعالى بيقول لك هنا تعالى let's take a closer look تعالى ناخد نظرة قريبة at some of the minerals على بعض المعادن to get from you get from food you get from food أنت بتحصل عليها من الطعام زي أول حاجة طبعا وأهم حاجة فيهم طبعا الكالسيوم كالسيوم وطبعا الرمز بتاعه CA طبعا it is found in هو موجود في الملك التشيز اليوغرت والبروكلي موجود في الحاجات دي الايرن او الحديد وطبعا ده الرمز بتاعه FE it is found in هو موجود في eggs في البيض wheat قمح بروكلي والميت البوتاسيوم والرمز بتاعه K ده it is found in البنانا والتوميتو والبوتيتو والأورنج والذنك والرمز بتاعه ZN it's found in chicken nuts والبينز البينز البازلاء طبعا دي معلومات مهمة قوي لازم نعرفها كويس قوي بعد كده مدينا homework حلو وفي صفحة 83 أو صفحة 83 مدينا هنا بيقول لنا nutrient scavenger hunt دي لعبة الناس كلها بتلعبها بالذات في البلاد برا يعني لعبة البحث عن الكنز scavenger hunt ده اسم اللعبة بس هنا بيخلينا نلعب اللعبة دي على إننا بندور على عنصر من العناصر الغذائية فبيقول لك لعبة ايه لعبة البحث عن كنز العنصر الغذائي nutrient scavenger hunt بيقول لك هنا في الاكتيفيتي دي put true او صح ده علامة صح beside the nutrients جنب العناصر الغذائية we can find in اللي احنا ممكن نلاقيها each of them as the given example ك
كما في المثال التالي. فمثلا هنا مدينا بعض العناصر الغذائية زي الكربوهيدرات والفاتس والبروتين والفيتامينز والمينرالز، وبيقول لنا مثلا هنا كل واحد من دول هنلاقيه في 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 ايه من الاكل اللي جنبينا ده. في مدينا الفودز هنا بيقول لك البروكلي، النتس، الاورنجز، والايجز، والويت، والفيجيتابل اويل او زيت الطعام. فمثلا هو حل لك هنا وبيقول لك الفيتامينز والمينرالز موجودين مثلا في الاورنج وعامل عليهم علامه صح. طب لو قلنا مثلا على الكربوهيدرات، هل هي ترى موجوده في البروكلي؟ لا. النتس، الاورنج، الايج، الويت، موجوده في الويت، نعمل صح. موجوده في الفيجيتابل اويل؟ لا مش موجوده، مش هنعمل حاجه. الفاتس، الفاتس او الدهون موجوده في البروكلي؟ لا. موجوده في النتس؟ موجوده في النتس. موجوده في الاورنج؟ لا. موجوده في الايجز؟ لا. موجوده في الويت؟ لا. موجوده في الفيجيتابل اويل؟ موجوده في الفيجيتابل اويل، يبقى دي صح. وهكذا انت هتشوف بقى كل واحد من دول موجود انت هتشوف كل عنصر من العناصر دي موجود في انهي نوع من الانواع الفودز دي وتعمل قدامها صح. ده هوم ورك علينا. ويبقى عندنا بعد كده I have learned that، وحاول تقراها كويس قوي علشان خاطر دي بتلخص لك الدروس اللي احنا خدناها، الاربع دروس الاولانية في شابتر 3. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.